عليكم حالة الطقس اليوم الثلاثاء. سوف يكون الطقس صحو مع قطع من الغيوم وغبار خفيف. بالنسبة لدرجات الحرارة سوف ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما تنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية، أي أن العظمى المتوقعة في المنطقة الشمالية سوف تتراوح بين 39 إلى 43، أما في المنطقة الوسطى سوف تتراوح العظمى المتوقعة بين 43 إلى 47، أما في المنطقة الجنوبية كما قلنا سوف تشهد انخفاضا قليلا في درجات الحرارة، أي أن العظمى المتوقعة سوف تتراوح بين 44 إلى 48 درجة مئوية. بالنسبة للرياح في المنطقة الوسطى سوف تكون شمالية غربية، تتراوح سرعتها من 15 إلى 20 كيلومتر بالساعة، أما في المنطقة الشمالية أيضا سوف تكون شمالية غربية، تتراوح سرعتها من 10 إلى 15 كيلومتر بالساعة، وفي المنطقة الجنوبية سوف تكون شمالية غربية، تتراوح سرعتها من 25 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما بالنسبة للمدى الرؤية يتراوح من 5 إلى 7 كيلومتر.